وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويستفاد من هذا أن هؤلاء أرادوا بهذه الاستعاذة أن يأمنوا وأن يطمئنوا، فعاملهم الله عز وجل بنقيض قصدهم، فيكون في هذه الآية دليل على معاملة الإنسان المخالف لشرع الله بنقيض قصده. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل معاملة له بنقيض قصده، فكذلك هنا عاملهم الله جل وعلا بنقيض قصدهم، أرادوا الأمن من غير طريقه الشرعي فأرهقهم الله عز وجل وأخافهم.